السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع مؤمن إيت قاسي يكشف التحاق لاعبين عالميين بالمنتخب الجزائري بعد يمين غويري وريان شرقي. تعالوا نسمع. أتمنى من أخواتي جام وأبوني ويعني وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. هيا بنا. على ملف غويري، وكنا قلنا أن أمين غويري التحق بالمنتخب الجزائري منذ مدة، وملفه قد طوينا، ونفكر في التحاق لاعبين آخرين. لما نقول نفكر ليس بالضرورة أنني يعني ممن يتصل أو يعمل، لا أنا لا أريد أن أخوذ في هذا الكلام، فقط الناخب الوطني والفيدرالية التي كانت تعمل على جل هذا اللاعبين، من لديهم أقول من لديهم يعني الأثر الكبير في التحاق المواهب الشابة على غرار عوار، على غرار إكلوري، على غرار بوعناني، على غرار شيبي، على غرار غويري، على غرار حجام ومنظرية والآخرون. اليوم هم مع المنتخب الجزائري بفضل الرجال وبفضل النية في العمل والإخلاص، والعروسي كذلك إن شاء الله راح يكون معنا. ولكن في لاعبين في اتصالات مع الناخب الوطني الجزائري، وبإذن الله ملفيهما تطورا كثيرا، وقد يعلنان كذلك التحاقهما بعد كأس إفريقيا للأمم. لماذا؟ لأن اللاعبان لديهم بعض المشاكل التي يجب أن يعني يقوموا بها ويحلوها. لماذا؟ الناس تعرفش الأمور. هناك يجب أن لما نستفسر عن اللاعب، أنا مش أحضر لكم كمكتشف، أنا أحضر لكم كرجل يصل إلى المعلومة ويحاول يمدها في الوقت اللي يعني يأمروني باش نعطيها لكم، وتكون يعني معلومة دقيقة ومفصلة. لاعبين هادو كان عنده كما يقول عقود إشهارية مع بعض الشركات، كان عنده عقود الصورة ديالو، يعني عندي دروا ديماج، دي كونترا ديماج، ما يقدرش يبحرهم هكذاك الدور، خاصة أننا أصبحنا نأتي باللاعبين بدون سبونسور وبدون يعني دفع الأموال. اليوم أصبح اللاعبين يأتون عن قناعة وباقتناع وبفخر انتماء كبير. هذا هو الذي تغير منذ مجيء جمال بالماضي. ربما البعض يقول لك لا يا مؤمن لو اختل، لا، كل واحد طريقته في العمل. اليوم راهم كاع معنا لاعبين شباب مازال عندهم على الاقل 10 سنين مع المنتخب الوطني، والحمد لله وهذا شرف كبير لهم وللجزائر، شرف كبير، لان لاعب كأمين غويري لو ان شاء الله ينجح مع المنتخب الجزائري ويكون عنده يعني يكون عنده النية الكبيرة والرغبة في النجاح والذهاب بعيدا بالفوز بالألقاب والذهاب بعيدا في كأس العالم والبروز دوليا، لاعب كغويري إن شاء الله راح يكون عنده شأن كبير في المنتخب. شأن شرقي إن شاء الله، قلت لكم رايان شرقي إن شاء الله، ربما بعد الألعاب الأولمبية تاع فرنسا راح ربما يخوضها معهم. في لاعبين آخرين يريدون الالتحاق بالمنتخب الجزائري، لكن اليوم عندنا مشروع كبير رياضي، والمشروع الرياضي يتطلب رجال وراءه، يتطلب لظروف عمل. الإمكانيات الدولة الجزائرية لن تبخل على منتخب بلدها، الشعب الجزائري لن يبخل عن منتخبه الغالي. لو تقول يا شعب نحتاج الدراهم باش نخلصوا المدرب ولا باش نديروا البريمات اللي جوا ولا باش نديبلاسيو، يجيبوا لك 10 اضعاف ما تريده. ولكن ما هو الاهم والمهم؟ هو ظروف العمل. هذا ما يجب ان يعمله ويعمل المستحيل من اجله سيد وليد صادي، الذي اهنئه ب وصوله الى رئاسه الفيدراليه الجزائريه لكرة القدم. اليوم الرئيس صادي يعرف جيدا حماية المنتخب والناخب. شحنا أم أبينا الناخب الوطني يتعرض لحملات تحبون تذكره؟ هناك حملات ممنهجة لكسر ديناميكية هذا المدرب والاستغناء عنه وبدون حسابات، يعني بلا ما يحتاج، باسكو علاش ما شكون يخلص؟ خلص وليد صادي يا وليد، يقولوا له احنا جبناك رئيس تقنا فيه، ومن بعد هذيك احنا من ناحيه
لا اونطري لو روج بروطري لو واحد اخر ما مشاتلكش صرات لا راح واحد حالي لوزيك ما كانوش النتائج ملاح صح كنا نربحوا بسبعه لتنزانيا ورواندا خسرنا مع الكوت ديفوار في الكارت فينال خرجنا ما ديرنا والو في كوب دافريك ومن بعد مع رايفاج كارثه مع لي كاس كارثه شفتوش حبيت نقول لكم حمايه الناخب والمنتخب شيء ضروري وهذا ما علمته من بعض يعني المقربين من الرئيس الجديد وليد صادي وليد صادي الا جاحد من ينكر طيبته ومهنيته هذه ما كانش يقدر ينكرها مي il doit être vigilant et apprendre يجب ان يحفظ الدروس ممن سبقوه النخب الوطني او فلان او فلان لن يكون عدوك ابدا لن يستطيع ان يكون عدوك ابدا اليوم لما جبنا لاعبين من طيراس كويري من طيراس بوعناني من طيراس زيت نوري من طيراس عوار والبقيه راهم جايين باش نزيدو نطلعو في المستوى كيفاش نزيدو نطلعو في المستوى العمل القاعدي داخل الوطن يا سي صادق ان شاء الله وانت تعلم ذلك وهو يعلم ذلك المحيط لازم يتنقى ماشي بلاصه برك المحيط كامل لازم يتنقى محيط المنتخب الوطني يدوا يتك بيوريفيي كيما يحبوا الناخب الوطني جمال بن ماضي واشنو هو انه ان شاء الله الناس الموالفين عندهم امتيازات يدخلوا الفندق هذه ما لازمش تكون مستحيل تكون باسكو على بالي بعمل تاع جمال بن ماضي والكوادر اللي يوقفين على هذا المنتخب الوطني مستحيل يقبلوها وحتى صادي من المفروض ما يقبلهاش راه كان ماناجير هو ويعرف ما هو المحيط الجيد بالنسبه علاش مانيش متخوف لانه كان ماناجير سابق وليد صادي فو با ديابوليزي لا بيرسون لا يجب ان نشيطن الرجل لا خليه يعمل ربما راح يتفاهم مع الماضي احسن من كل اللي فاتوا قبله صح يو عطيونا حاجه مليحه ان ديو كي مارش فير لافون ماشي واحد يخدم ويحب تكون عنده ظروف خاصة به وبمنتخبه وواحد يسمع ويدير أمور تتعلق الناخب الوطني ولا المنتخب ولا المجموعة ككل هذه واحد ما يقبلها وأولهم وليد صافي لن يقبل بهذا أنا أظن أنه لن يقبل بهذا مستحيل إذن على الناس أن يفهموا أن اليوم المنتخب في حالة جيدة من حيث التعداد الحمد لله فيه تشبيب فيه فخ دماء كثيرة وكانوا يقولوا له يا جمال بن ماضي وكذا بدلنا لي جوار جاب 18 جوار من الإخفاق جبنا 18 لاعب راهم في المجموعة جبنا فلان نحينا فلان لا يا أخي العمل ما يتنجاش هكذا العمل يتنداب بطريقة عقلانية ومدروسة أعيد وأكرر نجاح وليد صافي على رأس الفيدرالية أولا في النهوض بالكرة الجزائرية من أزماتها وكل يعني لفليولي فيها هكذا لفليولي فيها كاع لازم يتنحاو بالعقل حنا ما دومونديولوش واش ما دومونديناش الرجال كبار كيما الحجر ورواه ولا اللي قبلوه بحافظ قرباش بحفوظ ربي يرحموه ولا عمارة ولا مورا on va pas lui demander la nuit c'est pas possible جاكو تاع الاقل يدير واش يدير يهيئ ظروف عمل جيدة للمنتخب والناخب الوطني ما لازمش المكاسب هذه اللي ديناها للجان هادو اللي جاب يخدموا في ظروف سيئة ما لازمش يخدموا في ضغط رهيب عندنا شباب رانا نعاودوا في الفريق ما ديروا لهمش الضغط انا فهمت الكلام جيدا تاع وليد صادي فهمتوا مليح ونظن جمال بن ماضي فهموا مليح قلت حسب مقربين كلمت معاهم من وليد صادي من الذين عملوا معه في المنتخب الوطني خاصة في وقت فايدة للوزيك قالوا لي يا مؤمن لا خوف على منتخبنا الوطني لأن الرجل سوف يعطي كل الإمكانيات يعني الظروف ليس الإمكانيات الظروف الملاعبة تحصين محيط المنتخب الوطني تحصينه وكذلك ماذا تهيئة ظروف العمل بعيدا عن الضغط بعيدا عن الإشاعات حماية كبيرة للمنتخب والآخر يعني اليوم لو تكون فيه هجمات ممنهجة وغير قانونية وليد صادي لن يسكت
كما كان الحاج بكري. هذه هي الحمايه اللي كنا نحبوها ونستناوها.